في كلية المهن الهندسية بجامعة بوليتكنيك فلسطين شارك قرابة 70 طالبا وطالبة في معرض دوكرجي لعرض تصاميمهم التجارية بهدف إبراز مشاريعهم بلوحات فنية من خلال لقطات منظورية تظهر المساقط الأفقية والأمامية حسب الأولويات الهندسية. هاي المبادرات اللي احنا عملناها اليوم وطلعت من مساقات الطلبة ممكن تتحول لمشاريع وستارت أب تروح لسوق العمل وتكون هي المشروع والناتج تبعه اللي راح يكون هو يعتمد عليه اقتصاديا في المستقبل. إذا بتلاحظ إنه أغلب المحلات التجارية كان قبل سنتين ما كان عندها وضع تصميم داخلي إنه كتير إشي مهم بالنسبة لهلا. صار أي واحد يدخل على محل أو على بيت بده بس حدا يجي يصمم ليه. فإحنا حاولنا نتبع مع الطلاب إنهم لما دم يجي ينزلوا على السوق يكونوا نازلين بشكل قوي. عمل الطلاب على أخذ مسقط هندسي لمساحة داخلية لمحل تجاري من خلال اتباعهم مدارس فنية عالمية كالمدرسة التجريدية والتفكيكية. اختياري للتخصص كان من منطلق حبي للتخصص التصميم الداخلي، إنه أطبق أفكاري بالواقع. فمنها مشروع اليوم كان عبارة معروض عن صالون تجميل كان مستوحى من الديزاين المغربي الإسلامي. بالنسبة للأستاذ ما أثروا معنا برضو ساعدونا وهيك، وكان مشروعنا عبارة عن محل تجاري وأنا اخترت محل أحذية ماركت ريبوك وعرضت فيه أفكار جديدة وديكورات جديدة. ضمن المعرض شارك الطالب جمال شختور بكرسي لذوي الإعاقة يمكن المصاب من الجلوس والاستلقاء والوقوف بشكل سليم، حيث أن النسخة المطورة من الجهاز والتي تعتمد على الذكاء الصناعي ستشارك بتمثيل فلسطين في البحرين برالي 2019. أشخاص ذوي الإعاقة الحركية اليوم نتيجة جلوسهم لفترات طويلة بيصير عندهم حدوث تقرحات جلدية، تخثرات في الدم. طبعاً جهاز بحرك المصابين بحيث أنه يمكنوا من الوقوف والجلوس والاستلقاء والارتفاع والانخفاض. وتأتي هذه الفعاليات قبيل أيام من انطلاق المؤتمر الوطني الخامس في التعليم والتدريب المهني والتقني لتحفيز الطلاب في هذا المجال. تبقى المعارض دائماً محفزاً أساسياً وكبيراً لطلبة الجامعات للمشاركة فيها بقوة لإبراز ما لديهم من طاقات وإبداعات. من داخل جامعة بوليتكنيك فلسطين، رائد الشريف الغد، فلسطين.